ألف سردة وشردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. البحث عن الشارة المفقودة. استطاع الموبايل السوري أن يلم شمل الناس ويعيد الأواصر الاجتماعية قوية على ما كانت عليه قبل أيام زمان. ويمكنك الآن في بدايات انتشار الموبايل أن تشاهد سكان الأبنية على الأسطحة مجتمعين وهم يبحثون عن الشارة المفقودة ويتحدثون بسعادة على الموبايلات، ثم يتحدثون مع بعضهم بعضا شخصي. بل إنهم وبعد أن عرفوا بطول هذه السيرة بدأوا يحضرون معهم صحون الفتوش والتبولة وعقدوا الدبكات على أسطح البنايات. وكان الواحد منهم يترك الدبكة وهو يقول لجارته باعتزاز: بالإذن موبايلي عم يرن. وعلى صعيد الحب فقد وفر الموبايل للعشاق وسائل التعارف، فتجد شابا يحاول التقاط الشارة عبثا في الشارع مقابل فتاة تحاول نفس المحاولة، وهنا يبادر الشاب الفتاة بقوله: انت 94 ولا 93؟ ثم يتبادلان الموبايلات ويجربان، وبعد الضجر من المحاولات المتكررة يتحادثان ويجلسان في الكافتيريا. ويحاول الشاب أن يمد يده إلى موبايله الموجود على الطاولة فتلامس يده يد الفتاة، عندها تشعر الفتاة بالحب وهو يسري في جسدها، وكذلك الشاب، فيتحابان. ولكن الوالد الشرير لا يقبل بزواج ابنته فيخطفها الشاب خطفا، ويحاول الوالد الشرير الاتصال بالشرطة، لكن الشارة تخذله ليجد ابنته قد تزوجت من حبيبها، فيتصالحون جميعا ويعيشون حياة هانئة حتى يفاجئهم هازم الملذات ومفرق الجماعات. وصحيا فقد بات المواطن السوري يتمتع بصحة جيدة بسبب اضطراره لاستنشاق الهواء النظيف، إذ أن الشارة مفقودة في المنزل مما يضطره إلى الخروج للهواء الطلق لاستخدام الموبايل. ويفاجأ القادمون من الغرب المتخلف برشاقة الفتاة السورية والشاب السوري، وذلك بفضل الموبايل الذي يجبر مستخدميه على ممارسة الأيروبيك أثناء استعماله. فهذا شاب يميل برأسه ورقبته إلى اليمين بحثا عن الشارة، وهذه فتاة تميل إلى اليسار لتلتقط الشبكة، وهذه امرأة مثل عود الريحان الذي هبت عليه نسمة صيف وهي تتحدث مع جارتها المتمايلة مثلها. وهكذا حتى أصبحت هذه الحركات من تقاليد استخدام الموبايل. إلا أن الموبايل خرب بيت الكسالة، وخاصة اللفايات الغشاشات، فبعد أن تنتهي اللفاية من تنظيف البيت تجلس كي تأخذ أجرها، وفجأة يرن الموبايل فتبدأ المدام بالكلام. تغيب الشارة فتحاول المدام البحث عنها وتنبطح لتكتشف الغبار تحت الكنبة، فتغلق السماعة وتنهر اللفاية الغشاشة التي باتت تنظف البيت جيدا، حتى قال المؤرخون: البيت الذي يدخله الموبايل لا يدخله طبيب. ولعل مصيبة الخادمات سهلة أمام مصيبة بعض الأزواج، فيحدث أن يعود أحد الأزواج الشكاكين بشكل مفاجئ إلى المنزل ليجد زوجته الحبيبة متبرجة ومتفرعة على سرير الزوجية المقدس، فيقول لها: فاجأتك برجعتي حبيبتي مو هيك؟ ويرن موبايل الزوج فيرد، ولكن الشارة ترحل، فيصعد على الكرسي ولكنها لا تعود، فينبطح أرضا بجانب السرير ويتحدث لأن الشارة موجودة في الأسفل، وبالصدفة يلقي نظرة إلى ما تحت السرير ليقطع الشك باليقين، فيجد هناك الضيف العزيز. وتبقى وحدة الأفراد والأحزاب من معجزات الموبايل، فقد توحدت جميع القوى السياسية تحت شعار واحد هو اخت الشبكة، ومحت الخلافات والنزاعات وحل الوئام بين الجميع، بل واجتمعت جميع السواعد والزنود والحناجر والحواس والأفواه لتردد شعارها الوحيد والمفضل: اخت الشبكة. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.